Bonjour, chers élèves de la sixième année primaire. Aujourd'hui, nous allons expliquer ensemble unité 10 qui a pour titre Qui est-ce? طبعا أول حاجة هنشوفها les résultats d'apprentissage, يعني إيه اللي يجب نتعلمه في هذه الوحدة. أول حاجة هنتعلم demander et dire l'identité de quelqu'un. إزاي أسأل عن هوية شخص؟ يعني أسأل عن هوية شخص؟ يعني أسأل مين ده أو مين دي؟ من هذا أو من هذه؟ ونقول لو حد سألنا نعرف الشخص اللي قدام. تاني حاجة citer le lien de parenté اللي هي صلة القرابة les membres de la famille اللي هي أفراد الأسرة. بعد كده citer et utiliser les mois de l'année. إزاي نذكر ونستخدم شهور السنة. بعد كده citer et utiliser les nombres de 60 jusqu'à 100. إزاي نذكر ونستخدم الأرقام من 60 وحتى 100. بعد كده demander et dire l'âge de quelqu'un. بنسأل شخص عن عمره ولو حد سألنا عن عمرنا نعرف نرد. بعد كده demander et dire la date de naissance. إزاي أسأل واحد عن تاريخ ميلاده ولو حد سألني عن تاريخ ميلادي أعرف أرد عليه. بعد كده هنشوف مع بعض نبدأ بأفراد الأسرة la famille. أول حاجة عندي le grand-père اللي هو الجد. طبعا انتوا عارفين ان الاطفال بيبقى ليهم لغه خاصه بيهم. فالاطفال الصغيرين بيطلقوا على الجد بابي. لا جرومير الجده الاطفال بيقولوا لها مامي. لغه الاطفال لو تلاحظوا هتلاقيها مكتوبه باللون الاحمر. لو بير الاطفال بيقولوا له بابا. لا مير الام مامون. لو فخير الأخ طبعا الناس بتناديله باسمه ونفس الحكاية لا سوغ الأخت. بعد كده لونك بيتقال له طونطون ولا طونط بيتقال لها تاتا. لو كوزان اللي هو ابن العم أو العمة أو ابن الخال أو ابن الخالة ولا كوزين اللي هي بنت العم أو بنت العمة أو بنت الخال أو بنت الخال. طيب بعد كده عندي السؤال اللي هو عنوان اليونيتي بتاعتنا اللي هو كياس. كياس يعني من هذا أو من هذه. هنلاحظ إن إحنا السؤال ده دايما بنجاوبه بالمصطلح سي زائد عاقل. العاقل ده ممكن يكون اسم، ممكن يكون صلة قرابة، ممكن يكون وظيفة. نشوف كده سي مون بير انه والدي. سي ما مير امي. سي مون فرير اخويا. سي ما سور اختي. سي مارك انه مارك. سي ماري. سي ماري. طيب بعد كده على النقيض بقى من كياس اللي انا بسأل بيه عن العاقل عندي سؤال اسمه كاس تو سي اللي هو ما هذا اللي هو انا بجاوبه بالسي زائد غير عاقل. سي تان ليفر انه كتاب. C'est une gomme. إنها استيكة. C'est un cahier. إنه كراس. C'est une trousse. إنها مقلمة. C'est un pantalon. إنه بنطلون. C'est une robe. إنه فستان. طيب نشوف إكزرسيس على لا فامي.
complète les phrases suivantes par akmel al-jumal al-atiya bi, ma tante, papi, ma cousine, mon oncle. Nchouf aoul jumla. Le frère de mon père c'est. طيب نفكر كده. Le frère de mon père c'est. طيب نشوف الإجابة. Le frère de mon père, طبعا c'est mon oncle. يعني le frère de mon père يعني أخو والدي. أخو والدي طبعا مين؟ عم. بعد كده la fille de mon oncle c'est. نفكر شوية. يعني la fille يعني الابنة. ابنة عمي مين؟ طبعا لا كوزين. لا في دو مون اونكل سي ما كوزين. بعد كده لا سور دو مون بير سي. ها تبقى ايه؟ لا سور دو مون بير سي ما تانت. اخت والدي هي عمتي. اخر فراز عندنا لو بير دو مون بير سي يعني والد والدي مين؟ طبعا سي بابي. بابي طبعا بلغه الاطفال. طيب بعد كده هنشوف بعض التدريبات على النمبر اللي هي الارقام. بعد التدريبات اللي هي على النمبر اللي هي الارقام. طيب دلوقتي احنا لو شفنا كده مع بعض الارقام اللي نتذكرها من 1 ل 50. طبعا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نراجع عليهم مراجعه سريعه كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. طيب نشوف دلوقتي الأرقام من 51 لحد 100 وبعد كده نعمل عليهم إكزرسيس. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. طيب عندي دلوقتي اكزرسيس هنعمله على النمبر، بيقول لي ايكوتي لي سانك نيميرو اكليكي سور لي بون كاز، يعني هتسمع الخمس ارقام وهتعلم على اللي انت هتسمعه. 55, 60, 80, 100, 70. كده الإجابات الصحيحة كلها مظبوطة. 55, 60, 80, 100, 70. تريبي. طيب. دلوقتي هنشوف بس بعض الملاحظات على النمبر. هنلاحظ ان الاعداد من اونز لساز هتلاقيهم كلهم اخرهم زد او. اونز، دوز، تريز، كاتورز، كانز، ساز. الحاجه الثانيه عندي ست اعداد اللي هم 21، 31، 41، 51، 61، 71، بحط بين المقطعين بتوعهم بين العددين اللي هم بيشكلوهم حرف العطف A، ده ما بلاقيهاش في بقية الأعداد. بعد كده عندي العدد 80 اللي هو 80، ده العدد الوحيد اللي كلمة فان بتاخد فيها حرف A S. دي طبعا ملاحظات لازم نكون عارفين. طبعا عايزين نضيف حاجة، ان انت عشان لو انت حفظت الاعداد من 1 ل 19 وبعد كده فان ترونت كارونت سانكونت لحد سون، هتقدر تكون اي عدد في الدنيا. يعني مثلا العدد 46، العدد الاكبر هو ايه؟ 40 اللي هو اسمه كارونت، وبعد كده العدد الصغير اللي هو 6 اسمه ايه؟ سيس. يبقى الاثنين على بعض اسمهم كارونت سيس. طيب بعد كده ندخل على حاجة تانية اللي هو نتذكر مع بعض فيرب أتر، اللي هو يكون جو سوي، توي، إلي، ألي، نو سون، فو زات، إيل سون، إل سون. طيب أنا ليه بذكركم بفيرب أتر؟ عشان هنستخدمه عشان نسأل عن تاريخ الميلاد بعد كده. بعد كده هنفتكر برضو مع بعض فيرب افوار، برضو هنستخدمه في السؤال عن السن. جي، تويا، إلا، ألا، نوز افون، فوز افي، إلز اون، إل زون. طيب ايه هي لي موا دو لاني؟ ايه هي شهور السنه؟ جانفيي يناير، فيفريي فبراير، مارس مارس، أفريل أبريل، ماي مايو، جوان يونيو، جويي يوليو، أوت أغسطس، سبتمبر سبتمبر، أكتوبر أكتوبر، نوفمبر نوفمبر، ديسمبر ديسمبر. برضو هنستخدمها في السؤال عن تاريخ الميلاد والإجابة عليه. دلوقتي أنا عايز أسأل واحد عن سنه. إيه السؤال اللي بسأله بيه؟ بقول كالاج أتو؟ أو تويا كالاج؟ لاحظوا إن هنا بستخدم فيرب إيه؟ إيه الفيرب اللي أنتوا شايفينه قدامكم؟ فيرب أفوار طبعًا. كالاج أتو اللي هو كم عمرك؟ وممكن أسأله بطريقة تانية، بجيب فيرب أفوار في الأول وبعدين أداة الاستفهام بعدي تويا كالاج. طيب زي ما بسأل بفرب أفوار بجاوب برضه بفرب أفوار. واحد عنده 13 سنة هيقول إيه؟ جي خازون.
واحد عنده 12 جي 12 ans اللي عنده 14 جي 14 ans. طيب دلوقتي عشان اسال واحد عن تاريخ ميلاده هنا بقى هستخدم فيرب زي ما انتم ملاحظين ات tu es né quand متى ولدت هيقول لي je suis né en mars 2005 je suis né en octobre 2006 je suis né en mai 2004 طيب ايه اللي حضرتكم ملاحظينه قبل الشهور بتسبق ببريبوزيسيون معينه حرف جر معين اللي هو اسمه ايه اون الشهور دايما تسبق بحرف الجر اون طيب نشوف اكزرسيس بقى على الكلام اللي احنا خدناه اول اكزرسيس اللي هو شاس لانترو اللي هو استبعد الكلمه الدخيله عندي ان ومون وما ومي طيب المون والما والمي دول اسمهم ايه؟ ادجكتيف بوسيسيف يعني في علاقه تربطهم لان دي صفات ملكيه طب ايه الغريب عنهم؟ ان اللي هي ارتيكل انديفيني اللي هي اداه نكره يبقى انتوا الكلمه الغريبه هتبقى ايه؟ زي احنا قلنا اهوت ان مكتوبه باللون الاحمر مختلف عن الباقي طيب تاني فراز عندي اكتوبر ومارس وبابا ومي طب اكتوبر ومارس ومي دي شهور من شهور السنه من المواد الفلانيه ايه الكلمه الدخيله عليهم اللي مالهاش علاقه بيهم بابا طبعا اللي هو احد افراد الاسره الاجابه مظبوطه طيب بعد كده جودي فندردي جويه ديمانش طيب جويه احنا لسه واخدينه ده من شهور السنه اللي هو بمعناه يوليو عندي لكن الباقيين جودي اللي هو يوم الخميس وفندردي يوم الجمعه وديمانش يوم الحد يبقى ايه الغريب عنهم؟ جويه لان ده شهر لكن الباقيين ايام من ايام الاسبوع. طيب بعد كده كي وكال وكان وصمدي اول ثلاثه فيهم عامل مشترك ان دول من ادوات الايه؟ الاستفهام كي من وكال معناه ما او اي وكم متى اما صمدي فهو احد ايام الاسبوع يبقى الكلمه اللي مالهاش علاقه بالباقي هي طبعا صمدي بعد كده عندي بابا وليفر ومامي وتاتا ليفر طبعا كتاب اما الثلاثه التانيين بابا ومامي وتاتا دول من افراد الاسره يبقى ليفر طبعا هي الغريب. اوت وبير وسير وانكل. اوت احد شهور السنه. وبير اب. سير اخت. انكل عم او خال. اكيد طبعا انت عارف ان اوت هي الدخيل. بعد كده ويت وسانك وطانت وانز. طبعا طنط من احد افراد الاسره اما الباقي فهي ارقام 8 و5 و11 سبتمبر نوفمبر 16 مارس هي اللي خلاص انتوا كده بقى فهمتوا اللعبه دي شهور سنه سبتمبر ونوفمبر ومارس اما 16 هي رقم 16 اللي ملوش علاقه بيه بعد كده 20 و50 وانكل و60 طبعا الكلمه الدخيله هي انكل يعني الباقيين ارقام 20 50 50 و60 60 طيب بعد كده هنشوف شوازي لا فورم كوغاكت دو فيرب فيربات اللي احنا لسه واخدينه نو بوان ديزامي نو تصريفها ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان هي وصام اهي لان ايه دي تصريف تو والاو اس تي والاو اس تي تصريف ايل و ال بعد كده ال بوان دوزون احنا قلنا السن بستخدم معاه فيرب ايه؟ افوار بس التلاته اللي هم مديهم لي في الاختيارات افوار يبقى لازم اشوف الضمير اللي عندي اللي يمشي معاه في التلاته
طبعا اخر واحده اللي هي ا لا دوزون هي عندها 12 سنه. بعد كده tu point un chien برضو الثلاثة فرب أفوار اللي يمشي مع tu طبعا اللي في النص اللي هي tu اللي هي الـ AS. بعد كده vous point un chat ثلاثة فرب أفوار اللي يمشي مع الفو طبعا vous avez un chat هل لديكم قط. بعد كده il point neuf heures neuf يعني الساعة 9. طيب الساعات بنعبر عنها بأني فيرب؟ طبعا بفيرب أتر، وهنا مديني فيرب أفوار يبقى ده استبعده خالص إنه ما ينفعش. وعندي اتنين أتر، طب إيه اللي بيمشي مع الضمير إيل؟ طبعا أستيل اللي هي اللي في النص إيل إيه؟ نيفر. طيب بعد كده جو بوان أن إليف مديني التلاتة أتر إيه اللي يمشي مع الجو؟ طبعا جو سوي. بعد كده شوازي لو مو كوراكت اختر الاجابه الصحيحه. طيب سي بوان بير مديني مو وما وسي. طيب طبعا بير نشوف الجانر والنمبر بتاعتها. يعني ايه جانر ونمبر؟ يعني النوع والعدد. نوع يعني مذكر ولا مؤنث، وعدد يعني مفرد ولا جمع. طبعا بير الاب اكيد مفرد مذكر. ايه اللي يمشي معاه من الثلاثه؟ طبعا الاولانيه اللي هي مام هتبقى سي مام بير. بعد كده جو سوي ني. طيب احنا قلنا الشهور ايه حرف الجر اللي بيجي قبليها؟ اون ولا اه ولا او؟ طبعا انتوا لسه عارفين ان هي اون، يبقى جو سوي ني اون سبتمبر. سي بوان سور ان ولا اون ولا دي؟ برضه بشوف ان اديني ثلاثة ارتيكل اند فيني سير فيمينان سانجليه اللي هي مفرد مؤنث طبعا معاها اون اللي في النص. بعد كده تويني. طب لما اسال واحد متى ولدت اداه الاستفهام متى اني واحده في الثلاثه كي معناها من وكو ماذا؟ ما فضليش غير كو اللي هي معناها متى. بعد كده سي بوان فامي دو مارك. طيب كلمة فامي فيمينا ولا ماسكولا؟ طبعا هي فيمينا يبقى بتاخد لا. اج اتون فرير كلمة اج اللي هو السن فيمينا ولا ماسكولا؟ هي طبعا ماسكولا. طيب دلوقتي انا بسال واحد عن عمره ازاي؟ احنا قلنا في اسطمبة احنا حفظناها كالاج اتو او كالاج اتون فرير، يبقى طبعا اللي في النص كالاج اتون فرير كم سن اخوك. طيب في على فان دو سيت اكسبليكاسيون و سيت بريزونتاسيون جو رومارسي انفينيمون مي كولاج مسيو رمضان Monsieur Nashat et Monsieur Rabia, les professeurs experts à l'école Saad Zadloul, distingués de langue. Je suis fier de travailler avec ce groupe. Je les remercie infiniment en espérant que ce travail soit apprécié par vous. Et par les élèves. Je remercie aussi M. Mohamed Choukri, l'inspecteur général pour le français, M. Mohamed Abdel Tawab, le directeur général pour l'enseignement général, et M. Mohamed Atiya, le directeur du Moudiriya du Caire. Merci. Au revoir.